عودة لكم مشاهدينا، معنا مباشرة عبر زوم مساعدة من المكتب الإعلامي لتجمع الرئيسات العامة الدولي الأخت تراز رعد من راهبة المحبة للقديسي جان أنتيد البيزنسون. مستر أهلا وسهلا فيك معنا. ميرسي لحضرتك ستيفاني، بونجور للجميع. شكرا لك. مستر رح نبلش معك هيك، تخبرينا بتعريف صغير عن اتحاد الرئيسات عامات الدولة. اتحاد الرئيسات العامات الدولي اللي بينعرف بشكل عام بالسيجلة ويزغ، Union Internationale des Supérieurs Générales. هي منظمة تكونت تأسست بال 1965، يعني تقريبا لنا نص قرن إلى نص قرن بتشتغل، حتى الهدف منها هو إنه تعمل تخلق هالوحدة وهالشبكة بالتواصل ما بين الرئيسات العامات بشكل خاص والرهبانيات. نعم. هي اللي بيشتغلوا على عدة أصعدة وبعدة روحانيات، وبالشرق هي كمان مقسمة على قطاعات. بالشرق اللي بتمثل هالاتحاد هن سر نزهة الكوري من رهبات الأنطونيات الرئيسة العامة، والأم تراز روكوز للرهبات الخلصيات، يعني هن بيمثلوا هالاتحاد بالشرق الأوسط وأكيد بعدة قارات، في لا. قطاعات، في كل قطاع في حدا بيمثل. بشكل خاص إذا بدنا نحكي شو هي رسالة هالاتحاد، أهم شيء هالاتحاد إذا هو بيتوجه للرئيسات العامات من خلالهم لكل الرهبات بالعالم، يعني العمل إذا العمل الحقيقي هو تقريبا بيوصل لأكثر من مليون راهبة، لأنه الاتحاد بيشمل أكثر من 1900 رئيس عام بالعالم. حتى نعرف قديش الجمعيات النسائية هن كتار ومهمين وروحانيات مختلفة، ولكن في شيء بيقدر يجمع هالكل حتى يخلقوا روحانية يلي هي روحانية الإنجيل والتبشير وفعلا خلق ملكوت جديد. نعم. إذا بدي أحكي أكثر هيك، لأنه يمكن نحن بالشرق ما كثير بنعرف عن هالاتحاد، وخاصة لما نسمع رئيسات عامات نفتكر إنه بس للمسؤولين أو شيء. نعم. ولكن هو بالحقيقة من خلال عمل الرهبات الحقيقي على الأرض يلي بيوصلوه الرئيسات العامات بيكون في هالانفتاح وهالمعرفة أكثر. عشان هيك في مشاريع خاصة هالاتحاد هو بيهتم فيها، وبالشرق في مشروع كتير مهم ابتدى من سنتين بواسطة الأخت ماري كلود نداف من رهبات الراعي الصالح، يلي هو مشروع تحت اسم ينابيع الأمل لمكافحة تجارب البشر، يلي هو منبثق من الاتحاد العالمي للرئيسات العامات. وهيدا واحد من ضمن المشاريع الكتار يلي بتهتم فيهم الويزغ. اذا بدي احكي اكثر، في كمان مشروع يلي بيحكي اللي بيهتم بالمهاجرين، يلي عنده جماعه من مختلف الرهبانيات من مختلف الجنسيات، جماعات رهبانيه عايشة مع بعضها بالرغم من الاختلاف، قادرين نخلق جماعة وحدة، أخوة وحدة، لخدمة هالفقراء، لخدمة هالناس اللي بيوصلوا على عدة جزر بجنوب إيطاليا بلامبيدوزا أو بسيشيليا حتى يعطون نوع من الأمل والتوعية. فهودي المشاريع هن مشاريع واقعية بتعمل تشتغل من خلالهم، هل بيشتغل من خلالهم هالاتحاد. نعم. بالإضافة لعدة أشياء مختلفة كمان، يعني نحن عنا التكوين يلي هو كتير أساسي. نعم. وهلأ شكر الله يعني أنه في شيء ضرنا بس بنفس الوقت فادنا، أنه التكوين من خلال الأونلاين حتى الاتحاد صار أكثر وأكثر عم بيقدر يعطي هالتكوين
ويعملوا بعدة لغات ويعملوا بعدة انفتاح لعدة بلدان يمكن ما كنا بالأول نحلم أنه نقدر نشارك معها أو من خلالها. نعم. انطلاقا من موقعكم وعملكم على الأرض، شو هي أبرز الصعوبات اللي عم بتواجهها الرهبانات خاصة خلال السنتين اللي قطعوا بظل جائحة وباء كورونا والمصاعب اللي ولدتها؟ أكيد هالأزمة اللي عم نعيشها بسبب فيروس كورونا ما دق بس بالحياة الرهبانية، دق بالحياة العامة ككل، ونحن كمان تأثرنا فيها كل الرهبانات، خاصة الرهبانات يلي عندهم رهبات كبار بالعمر. أكيد نحن بالشرق إذا بدنا ناخذ مثل، في كثير جمعيات تأثرت وفقدت كثير من أعضائها، ولكن بنفس الوقت قدمت كثير حتى تقدر تواجه هالأمر. وبشكل عام بشكل مختلف على صعيد العالم، نعم، الاتحاد عمل نوع من حملة هي حتى تظهر، حتى تحكي أكثر وأكثر عن هالمواجهة، هالتغيير يلي أجبرنا عليها الفيروس من خلال التعليم بعدة مناطق فقيرة، إنه هالتعليم أونلاين أو التعليم عن بعد كيف قدروا إنه يخلقوا مجالات، يفتحوا صفوف متنوعة، يفتحوا تغيير بطريقة التعليم، بطريقة العلاج، بطريقة التوعية. يعني إذا بدنا ناخذ بالهند كيف مع الناس اللي بالشوارع وبالأماكن اللي كتير صعبة، يروحوا الرهبات يحملوا هالماسكات ويخيطوها حتى يعطوها للناس ويوعوهم إنه هالفيروس رح يقتل، عشان هيك حموا نفسكم. إن كان بالتعليم إنه يقدموا نوع من السمارت فون الصغير حتى الأولاد يقدروا يتابعوا دروسهم أو يقدروا يشتغلوا أكثر وأكثر. كاتحاد كمان نحن تعاملنا مع بعض السفارات الدول يلي كمان حبت أنه تساهم لتساعد هالناس. كان من خلال الاتحاد، يعني قبلنا مساعدات، وهالمساعدات كانت حتى تعطي فسحة أمل، فسحة تغيير. حضرتك مسار قلتي انه تكلمتي عن المبادرات اللي اصبحت اكثر قريبه، هل ممكن تخبرينا شوي عن سلسله المحاضرات اللي عم بتنظموها وشو اهدافها رغم الصعوبات اللي هي موجوده اليوم؟ فوالا، يمكن هون بيجي لشيء كثير مهم، انه الويزغ الاتحاد الدولي للرئيسات العامات بينظر للحياة بطريقة واقعية، عشان هيك هالسلسلة من المحاضرات اللي رح تبتدي من اليوم على الساعة 12 بتوقيت روما لأول مرة بتنعمل بعدة لغات ولغات مختلفة. الهدف منها يلي هو انطلاقا من العنوان يلي اخترناه، الراهبات من أجل تمكين المرأة، تمكين المرأة مش حتى تنعمل انتفاضة ولا أنه نظهر أنه المرأة هي فقط القادرة على التغيير، ولكن حتى نظهر أنه الراهبات عم بيشتغلوا على واقع الأرض ولازم صوتهم ينحمل وينعرف بمكان من الأماكن. شنو كانت هالسلسلة عدة مواضيع انطلاقة من قراءة حقيقية متجذرة للرسالة البابا فراتيلي توتي، وهالرسالة يلي صدرت بأكتوبر الماضي بشهر تشرين الأول الماضي من الفاتيكان من قبل البابا فرانسيس، بتحكي عن مثل كتير مهم، هو مثل السامري الصالح. والحياة الرهبانية النسائية بالتعاون مع تجمع الرؤساء العامين يلي هو كمان موجود بروما وبيشمل كل الرهبانيات الرجالية، هالاتحادين حبوا يظهروا بشكل حقيقي قراءة متجذرة. عشان هيك نحن كاتحاد نسائي أخذنا
صور ووجوه لراهبات عم بيعيشوا هالرسالة، رسالة الأخوة بشكل حقيقي بشكل واقعي من خلال خبرات حياة. لأنه نحن منحاول ما نبقى على صعيد الكلمة فقط، ولكن فعلا عم نعيش هالخبرات لازم تنعرف، يمكن لازم كمان تطبق أكثر مثل ما حضرتكم عم تعملوا. نعم ولا بشكل حقيقي هذا هو، انه التطبيق مش فكريا ولكن عمليا. نعم على واذا في ناس عم تعمل على الارض نعم، لازم حتى ينحط الضوء عليها نطفي 100%. التشجيع ما حدا بيرفضه 100%. ان كنا كبار او كنا صغار بالمناطق البعيده باخر الكون او بالمناطق القريبه. عشان هيك هالسلسلة المحاضرات مواضيعها متنوعة، ورح يكونوا مترجمة لأكثر من 9 لغات، ومن ضمنها رح تكون اللغة العربية. هالمواضيع بتشمل التعليم، السلام، المجمعية يلي هي باللغة الفرنسية السينوداليتي، لاسينوداليتي يلي هي إشراك الكل بعمل الكنيسة، الاقتصاد إيكونومي، يعني كلنا بنعرف قديش مهم أن يكون في نظرة مسيحية لهالاقتصاد يلي عم نعيشه، وهالأزمات الاقتصادية يلي عم نعيشها. ونعطي مثل أنه في رهبة تعينت جديد من يومين، السر ألكسندرا زنيريلي من رهبة دون بوسكو، تعينت مستشارة بالتفكير حول الاقتصاد بشكل عام منبثق من لجان الفاتيكان. المواضيع الأخرى هي الرعاية، الصحة والمناصرة، يعني كيف نحن بدنا نشمل الكل بتحقيق التغيير. يعني مسار هيدي اللقاءات رح تجمع مواضيع متنوعة، وحتى إذا فينا نقول بأصعدة مختلفة. اليوم اللي بده يشارك، كيف بدها تشارك هيدي الناس معكم هيدا التطبيق اللي حضرتكم عم تقوموا فيه؟ فوالا، للمشاركة المفتوحة للكل. نعم. وحتى الشخص يقدر يتابع، ممكن انه من خلال كل وسائل الاتصال تبعو الاتحاد، من خلال صفحتنا على فيسبوك ويزغرام، او من خلال التويتر ويزغرام، يتلاقى عنوان الزوم اللي ممكن من خلاله يدخل الشخص ويشارك ويستمع لهالشهادات الحياة، لهالخبرات الواقعية يلي الراهبات عم بيعيشوها. اليوم اللقاء الأول رح يكون اليوم على الساعة 12 مثل ما ذكرت، بتوقيت روما، خلاله سير ناتالي بيكار يلي كمان تعينت مسؤولة سكرتير بمجلس سينودس الأساقف بروما بفترة بسيطة، والموضوع رح يكون عن المجمعية عن السينوداليتي بقلب الكنيسة، ودور المرأة، دور المرأة بشكل عام والراهبات بشكل خاص. المواعيد الأخرى هن ب 27 نيسان، ب 3 و5 حزيران، ب 8 و15 تموز. اللقاءات متفرقة بالتواريخ حتى كل شخص اللي حسب الموضوع يلي بيهتم فيه يلاقي حاله ويصغي لهالاختبارات ويكتشف عن جد قديش في أشخاص عم تعطي من حياتها وعم تعطي من خبراتها حتى يصير في تغيير بالعالم. وحياة الرهبانية بشكل عام والنسائية بشكل خاص منا بس إنه بقطاعنا الصغير، هي فعلا مجال للتغيير، حتى يكون في صوت للفقراء، صوت للناس اللي عم تتهمش، عم تجرب تحمله وعم تجرب تغير. نعم. مستر، من خلال هالمحاضرات اللي عم تقوموا فيها اللي فيها شهادات حياة وفيها أعمال تطبيقية واضحة، شو علاقتها هالمحاضرات بالفراتيلي توتي؟ مثل ما ذكرت، الفراتيلي توتي هي هالرسالة البابوية
نعم يلي اخذ مثل السامري عم نشوفها قدامنا مسار هلا نحن للصوره. ميرسي. نعم تفضلي. يلي هي اخذها الفراتيلي توتي مثال السامري الصالح. والحياه الرهبانيه هي هيك، هي هالسامري يلي بيوقف بيطلع وبيشتغل. نعم بداوي يعني، ما بس بيعطي وبينظر، منا مجال تنظير. والاتحاد الرئيسات العامات هو هيك، بينظر للواقع، بحاول انه يشتغل حتى يصير في مداوات حقيقيه لوجع العالم. نحن بنشتغل بقلب الكنيسه حتى يجي ملكوت ربنا، مش حتى بس نعمل العمل للعمل، العمل من اجل الملكوت. بالفراتيلي توتي بيحكي عن كثير من هالنطاقات، عن المهجرين، عن الاقتصاد وضرورة التغيير الاقتصاد العالمي حتى ما يصير بقى في ظلم وفقر أكثر. فمن خلال هالقراءة عم حاولنا أنه نقسم لقاءاتنا وتتاخذ. البابا بيحكي كثير عن أهمية التوعية، عن أهمية وسائل الاتصال الجديدة أن تكون مجال للقاء. بيحكي عن أهمية الأخوة الشاملة، هالسينوداليتي مش بس على الصعيد الإكليزيال الكنسي، ولكن هالسينوداليتي بحياتنا اليومية المسيحية. فمن هون كانت هالأهمية أنه هالسلسلة تعمل قراءة لهالفراتيلي توتي من خلال حياتنا الرهبانية. نعم مسار، أنا بدي أتشكرك وبدي أطلب منك كلمة أخيرة مع اقتراب أحد الشعانين وعيد الفصح الأسبوع المقبل، شو بتقولي لنا بهذا السياق؟ والشي ينعاد علينا كلنا بعيد الشعانين، عيد الفرح، عيد الدخول. ولعيد الفصح أنا بتمنى للجميع عيد فرح وعيد تغيير. نعم. وبنفس الوقت بتمنى انه هالعيد هالسنه يمكن كلنا عم نعيش ظروف صعبه بكل قطاعات، بكل القطاعات، بكل الاماكن على وجه الارض، ولكن من المهم انه نتذكر نحن كمسيحيين انه المسيح غلب، ما كان مغلوب. وبنفس الوقت انه نتذكر أنه الفصح هو تغيير، ونقبل أنه نعمل التغيير، نتجرأ نغير، نتجرأ نسمي الأشياء بأسمائها ونقول عن الأشياء الفاسدة أن هي فاسدة، ونقدر نغير، نقول أنه في طريقة تغيير. المسيح غير، إذا فينا روح المسيح أكيد روح الفصح رح يعطينا هالقوة. أنا بتمنى للجميع فصح تغيير، فصح سلام، ويكون مجال للأمل للكل، وإن شاء الله تكون أعياد مباركة. شكرا لك. في الألم في أمل أكيد. شكرا لحضرتك. شكرا لك مسار، ونحن بدورنا كمان من عيدك ومن عيد كل إخوتنا الراهبات. شكرا لحضرتك. شكرا لاستقبالكم. أهلا وسهلا فيك. شكرا لك. مشاهدينا بنتوقف مع بريك وبنرجع بنتابع فقراتنا.